محمد كنو وأقول هذا اللاعب بحاجة إلى ضبط إداري وبحاجة إلى إصدار عقوبة، وأتمنى أن تكون هذه العقوبة مالية وليست يعني إيقاف من اللعب مع الفريق، لأنه أنت لما لو توقفه تحرم الهلال من خدماته الفنية، وهو بالتأكيد لاعب كبير، لكن في ثلاث كؤوس عالم يطرد بالبطاقة الحمراء. ردة فعله تجاه قرار دياز بالتغيير ردة فعل أبدا كانت سلبية. سعود كريري أنا أعرف أنه من أيام ما كان لاعب مع المنتخب، مع القادسية، مع نادي الاتحاد، الشباب، الهلال، معروف بالهدوء، معروف بالحكمة، جاي يبغى يهديك تتعامل معه بهذه الطريقة. أنا أتمنى من إدارة فهد بن نافل وأيضا فهد المفرج واللي نثق فيه تماما وسعود كريري ونثق في الإدارة الهلالية، لابد من إصدار عقوبة.